ده مخير ربنا كتير اهو. امال في ايه؟ دي لحمه الشهر كله. ايه هنعمل بيها لحمه الشهر كله يعني؟ ابوك جعان. استنى. ايه؟ الاوانس دي بتاعت انا. لا الاوانس دي بتاعتنا كلنا. لا الاوانس دي امك بتجيبها عشان انا. ما انا كمان بحبها. في ايه يعني؟ طب والله العظيم ياكلنا لو ما ياكلش الاوانس دي. مش لازم يا سيدي الاوانس اهو، خير ربنا كتير الحمد لله اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظم. ياما كانت حاسه ان هو هيبقى اسد. سبحان الله، قلب الام ده شيء عظيم. أو حاجة يتلهي فيها، بس ما تخشش العظمة دي تقوم راشقة في زوره. لا ده أبوك يا ده، احترم نفسك. ويهدمها يا عم، يهدمها. دي حق إيه؟ بقول لك يا نور، اجري غير البنطلون ده. ليه؟ إيه اللي ليه؟ ده دم الغزال دوت صح؟ دم يعني في غزالة واقفة قدامه، هاتلك يا متخلف. متخلف. طب لازم نواجهه بسلاح أقوى، بالذكاء. إيه؟ الأسود بتخاف من إيه؟ من ذكر الله. هو شطن. الأسد بيخاف من النار. يعني لو قرب علينا وزام علينا نولع في نفسنا ولا نولع نفسنا؟ يا ابني كلام عادي. بفكر معاك، بفكر معاك بصوت عالي. اهو اكل كتير.